الله، مساء الخير جميعا. معكم الدكتور عبد المنعم حميدان في ثالث فيديو من سلسلة فيديوهات تركيبة النيوكليك أسيدز. بعون الله في الفيديو هذا حيكون مكمل للفيديو الأول والفيديو الثاني، فلهذا لازم تشوف الفيديو الأول وتشوف الفيديو الثاني في الصفحة تلقاهم، باش تقدر أنت تستوعب وتفهم الموجود في الفيديو هذا. روابط الفيديو الأول والفيديو الثاني تلقاها في الوصف بعون الله. طبعا معلش تأخرت شوية في الفيديو الثالث، لي 4 أو 5 أيام يعني حاصل في اللابتوب بتاعي الويندوز ما ويندوز هيك مشاكل. الحمد لله بمساعدة صديقي قدرت اني نحل المشاكل هذيما والامور تمام. توا بعون الله ما عاد نتاخر في باقي الفيديوهات. اي استفسار، اي سؤال، اي حاجة مش واضحة في الشرح يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نوفق. الفيديو بتاعنا اليوم بحاجة مهمة هلبة، اللي هي حاجة اسمها بيز كومبلمنتري. بيز كومبلمنتري، كومبلمنتري يعني تكامل. يعني احنا اخذنا في المحاضرات في الفيديوين الاولاد الزوز تكلمت على نيتروجين بيز، وقلنا نيتروجين بيز نوعين، بيورين وبايرامدين. والبيورين زوز رينج او انا، والبايرامدين 3 رينج لو تتفكر كويس. اوكي، واتفقنا ان البيورين في منه نوعين، نوع اسمه جوانين جي وفي نوع اسمه ادينين بالاي، تمام. وقلنا ان البايرميدين في منه 3 انواع، ثايمين بالدي، يوراسيل اند سايتوسين. اوكي، واتفقنا طبعا ان اليوراسيل مش موجود بس الا في الار ان اي، والثايمين عفوا مش موجود الا في الدي ان اي. في حاجه اسمها بيس كومبلمنتري. كيف بيس كومبلمنتري يا دكتور؟ شوفوا معي، نرجع للصوره احنا اخذناها في الفيديو اللي فات، شرحتها بالفيديو اللي فات. الصوره دي تمثل تركيبه الحمض الامين اسمها دي ان اي، تمام. الدي ان اي زوز ستراند، واللي قابلوا في بعضهم واللي كرشوا في بعضهم هما نيتروجين بيز. شوف يعني نيتروجين بيز من ستراند هدايا تكرش في النيتروجين بيز من ستراند ثاني. خلينا نكبرها مش تضغط اكثر. شوف معي، هذه نيتروجين بيز مقابل النيتروجين بيز في الجانب الثاني. احنا عندنا في الدي ان اي 4 نيتروجين بيز كلهم ما عدا ماني اليوراسيل بالضبط اللي هي موجوده في الار ان اي. اوكي، في الحمض الامين او الدي ان اي هذا يعني نبي نعرف توا كيف طريقه التقابل هذه النيتروجين بيز هذه، كيف تقابل في النيتروجين بيز الثانيه. هاي في الصوره هذه، شوفوا معي، لما نلقى ادينين، لما نلقى ادينين يعني على فرض ان النيتروجين بيز هذه ادينين، ادينين هي مثلا هذه لو نحينا النيتروجين بيز درنا ادينين، تمام. لازم 100% يقابلها في الطرف الثاني تي تايامين. يعني انا لو مثلا لو شفنا الجوانين طول حنقول ان في الجهه الثانيه مجابت لها السيتوسين. لو شفنا الجوانين طول حنقول في الجهه الثانيه مجابت لها ماني سيتوسين. يعني كيف يا دكتور؟ شوف معي، شوف معي، قال لك الجوانين دائما يقابل السيتوسين والادينين دائما يقابل الثايمين. هذه دي ان اي، نجول الار ان اي نبدلوا حاجه واحده بس، الثايمين حيصبح بدلها ماني يوراسيل. شوف معي، احنا عارفين احنا النيتروجين بيز اللي يقابلوا في بعضهم هم اللي لما يقابلوا بعضهم يتم ربطهم بواسطة روابط هيدروجينية، هيدروجين بوند. شوف معايا هنا كيف رسمها، السيتوسين لما تقابلها الجوانين ترتبط بثلاثة نيتروجين بوند، أما التايامين لما تقابلها الأدينين ترتبط بزوز هيدروجين بوند. هذه من قواعد أساسية مهمة هلبة. إذا شوف فهمنا بيز كومبلمنتري، إن لما نلقي الجوانين هتقابلها السيتوسين، لما نلقى الادينين هتقابلها الثيامين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الجوانين والسيتوسين هيرتبطوا بثلاثه نيتروجين هيدروجين بوند، اتش بوند، اما الثيامين والادينين هيرتبطوا بكم هيدروجين بوند؟ 2. اوكي، كذلك اليوراسيل مع الادينين اذا كان الكلام نتكلم عليه ار ان اي، والار ان اي موضوع بروحه مش مهم طبعا، تمام. خلاص احنا اخر حاجه عندنا في تركيبه النيوكليك اسيد دي ان اي والار ان اي هي المقارنه ما بين دي ان اي وما بين ار ان اي. فهمنا تركيبه الدي ان اي، فهمنا تركيبه الار ان اي، فهمنا البيز كومبلمنتري، تمام. بالفيديو هذا يعني قلنا البيز كومبلمنتري ان دائما الادينين تقابلها التايمين في الدي ان اي، والسيتوسين دائما تقابلها ماني جوني، يعني السي مع الجي ديما والاي ديما مع التي. الا لو نتكلموا على ار ان اي فهنا بدل الثايمين حنلقوا ماني يوراسي، تمام. شوف معي، شنو هي الفروقات ما بين دي ان اي وما بين ار ان اي؟ اول حاجه، الدي ان اي دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد. الدي ان اي هو اختصار لكلمه دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد، يعني الدي ان اي ناقص هيدروجين او اتش، عفوا ناقص هيدروكسيل او اتش. وين الدي ان اي ناقص هيدروكسيل او اتش؟ عند اي ناقص او اتش عند الذره رقم
اتنين كربون اتوم رقم اتنين عند الشوجر، عند ماني، عند الريبوز. اوكي، وهذه وضحتها في الفيديوهات اللي فاتت، لازم ترجع في الفيديوهات اللي فاتت وتشوفهم زي ما قلت في المقدمة، انك لازم باش تفهم الفيديو هذا تشوف اللي قبله وتشوف اللي قبله، هي السلسلة متكاملة باش تفهم تركيب الدي ان ايه، او الاساس تركيبة شنو الدي ان ايه. اذا الدي ان ايه فاقد هيدروكسيل او اتش عند الذرة رقم اتنين، عند الكربون اتوم نمبر تو في الشوجر، اما الار ان ايه مكتمله في او اتش مش ناقص. الدي ان ايه تو ستراند، هو خيطين، اما الار ان ايه وان ستراند. معلش، من اللي ثبت ستراند هدايا مع ستراند هدايا هم الهيدروجين بوند. اذا من هو اللي يعطي في ستابيليتي ثبات ما بين الزوز ستراند بيثبت فيهم جنب بعضهم؟ هم الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند تنشا ما بين ماني وماني، ما بين الاحماض، ما بين عفوا القواعد النيتروجينيه، ما بين نيتروجين بيز. نعاود من جديد، لو كانت نيتروجين بيز عندي سي سيتوسين، من اللي بيقابلها جي جوانين، كم رابطة هيدروجينية؟ 3 روابط هيدروجينية. تمام، فطبعا كيف نحافظ فيها هذه للطلبة كلهم؟ نقول لهم ان السي والجي شبه زي بعضهم، يعني الفرق ان الجيم دايرة الكسرة دي هيك، فديما نحفظ فيها زي توا. مش عارف تمشي معك ولا لا، يعني لو السي هدية زدنا لها عكفك تصبح جي ولا، يعني هم الزوز متشابهات، السي والجي متشابهات. الله اعلم تمشي معاك او ما تمشيش معاك، انت كنت تحفظها. اوكي، شوفوا معاك، لكن لو لقينا اي من اللي بيرتبط معها التي تايمين في المقابل، يعني على ستراند هذا اي على ستراند ثاني في تي، وكم رابطه هيدروجينيه؟ زوز روابط هيدروجينيه. اوكي، هذا موضوع نعاود فيه مره اثنين ثلاثه في كل الفيديوهات، ليش؟ لانه مهم 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 هلبا، النيتروجين بيز. نرجع مجدي على سيره نيتروجين بيزوس، الدي ان اي يحتوي على الثيامين، بينما الار ان اي يحتوي على يوراسيل. الار ان اي يحتوي شنو؟ على يوراسيل. الدي ان اي يستخدم لتخزين المعلومات الوراثيه، اما الار ان اي يستخدم لاستخدام المعلومات الوراثيه. خلينا نقف عند النقطه دي شوي. الدي ان اي عباره عن مكتبه لتخزين المعلومات، خزن فيها جميع المعلومات، معلومات تتحكم بتصنيع الانزيمات، بتصنيع البروتينات، بتصنيع هيكل الخليه، بتصنيع الهرمونات اللي تطلع فيها الخليه، هذا مخزنه في الدي ان اي. وقت ان بنستخدمها لازم نحولها الى ار ان اي، فالار ان اي وظيفته انه هو يوزنج جينيتيك انفورميشن، وايل الدي ان اي ستور جينيتيك انفورميشن. اوكي، دي ان اي 1 تايب وار ان اي 3 تايبس، عندي كم نوع من الار ان اي؟ عندي 3 انواع، من هم 3 انواع؟ ترانسفير، ماسنجر، ريبوزومال ار ان اي. اذا الار ان اي كم في منه نوع؟ في عندي تي ار ان اي، في عندي ام ار ان اي، في عندي ريبوزومال ار ان اي او ار ار ان اي. اذا كم عندي نوع من انواع الار ان اي؟ 3 انواع، وكل واحد له وظيفه، موضوعنا في الفيديوهات الجايه باذن الله. الدي ان اي نلقوه في النواه ونلقوه في الميتوكوندريا، هذا بالنسبه للخلايا الحيوانيه، اما بالنسبه للخلايا النباتيه للبلانت سيلز نلقوه في النواه في الميتوكوندريا زي الانيمال سيلز، اضافه ذلك نلقوه في كلوروبلاست، في كلوروبلاست. شنو هي الكلوروبلاست؟ كلوروبلاست هذه العضية اللي صنع في البناء الضوئي، اللي يقوم بعملية البناء الضوئي. أما الـ RNA نلقوه في النواة ونلقوه في السيتوبلازم، خليني أقول لك حاجة، الـ RNA نلقوه في كل مكان، لكن بحسب نوعه تلقاه في مكانات محددة يعني. لكن بصفة عامة في كل مكان نلقوا شنو؟ الـ RNA. إذا الـ DNA نيوكليوس ميتوكوندريا، في الخلايا الحيوية النباتية كلوروبلاست، الـ RNA في النيوكليوس والسيتوبلازم وفي العضيات وفي أي مكان. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، شكرا لاستماعكم، وان شاء الله يكون فدتكم الفيديو هدايا. من جديد نكرر باش تفهم الفيديو هدايا، لو في حاجه فاتت عليك في الفيديو هدايا لازم تشوف الفيديوهات اللي قبلها وتتاكد انك فهمتهم كويس باش تفهم الفيديو هدايا.